أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على توطيد التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والأمم المتحدة للأعوام 2018-2022. استقبل سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء بمكتبه وفدا من إدارة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة برئاسة السيدة ساراس جاغنواث، وبحضور الدكتور نبيل محمد بن شمس القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني، وسعادة السيد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين، وذلك في إطار زيارة الوفد إلى مملكة البحرين للتنسيق والتشاور بشأن إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي سيقدم للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في شهر يوليو القادم. وخلال اللقاء أكد وزير شؤون مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على توطيد التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين البحرين والأمم المتحدة للأعوام 2018-2022. وأشار الوزير إلى أن مملكة البحرين تولي تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها أهمية كبيرة، حيث اتخذت مبكرا الترتيبات المؤسسية الضرورية لتنسيق جهود تنفيذ الأهداف، كما سعت لتضمين الأهداف والغايات في برنامج عملها، حيث تم إدماج حوالي 78% من الغايات في برنامج عمل الحكومة 2015-2018. وأعرب الوزير عن ترحيبه بالدعم الفني والتعاون الذي تقدمه الأمم المتحدة للمساهمة في إعداد وعرض التقارير الوطنية الطوعية، مؤكدا أن عملية إعداد التقرير قطعت شوطا كبير من خلال حشد جهود الجهات الحكومية والاستفادة من مخرجات ورش العمل التي عقدت مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى جانب الأكاديميين والمهتمين. من جهتها عربت السيدة ساراس جاغنواث عن سعادتها بزيارة مملكة البحرين وتطلعها لمقابلة المسؤولين والعمل مع الفريق الفني المعني بإعداد التقرير الوطني وعرض تجارب وخبرات الدول التي قدمت تقاريرها الوطنية في عام 2016-2017. وأكدت أن إدارة التنمية المستدامة تسعى للمساهمة في تعزيز وتنسيق عملية تنفيذ الأهداف الإنمائية، حيث تستضيف الأمانة العامة للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وهي المنصة المركزية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما تحتضن الإدارة وحدة الدول الجزرية الصغيرة والمكلفة بمتابعة تنفيذ برنامج العمل الخاص بهذه الدول مسار ساموا وتطبيق استراتيجية موريشوس لمواصلة تنفيذ برنامج عمل بربادوس الخاص بالدول الجزرية الصغيرة. من جانبه أشاد سعادة السيد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في البحرين بالدور المسؤول الذي تتبناه مملكة البحرين فيما يتعلق بإعداد تقريرها الطوعي والتحضيرات اللازمة له، حيث تأتي استضافتها لوفد شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة، دليلا واضحا على حرصها على تقديم تقرير نموذجي يعكس التزام مملكة البحرين بمسؤولياتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار الشرقاوي إلى أن الأمم المتحدة تسعى جاهدة إلى جانب نقل التجارب الناجحة من دول مختلفة حول تطبيق أهداف التنمية المستدامة في مشاريعها التنموية فيما يتعلق بالبيئة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ونقل التكنولوجيا وغيرها، إضافة إلى نقل خبرات البحرين نفسها لدول أخرى وتعريف تلك الدول بما تمتلكه مملكة البحرين من برامج ومشاريع وإدارة في مجالات التنمية.